أخبار الليلة من الحدث. طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة، نبدأها بأهم الملفات. إسرائيل تواصل غاراتها في لبنان ومقتل قيادي لحزب الله في صيدا. الدهس يصل لمحيط مقر الموساد في تل أبيب. قطار المفاوضات ينطلق مجددا حول غزة، وخامنئي يعلق على الهجوم الإسرائيلي، وغيرها من الملفات والمواضيع. لكن نبدأ بالعناوين. إسرائيل تواصل استهدافاتها الموسعة في لبنان. سماء بيروت قاتمة بفعل الغارات، ومسؤول أمني بحزب الله والسبعة آخرون قتلى في صيدا. الدهس يصل مقر الموساد في تل أبيب، والمهاجم يحمل جواز سفر إسرائيليا. قتيل وعشرات الجرحى من الجنود. هوكستين في إسرائيل قريبا، ومحادثات حول غزة في الدوحة يشارك فيها رئيس الموساد ومدير CIA. فهل من أمل في هدنة قريبة؟ إسرائيل تفاخر بضرباتها في إيران وتصفها بالناجحة، وخامنئي يمسك العصا من منتصفها. لا ينبغي التقليل من أهمية الهجوم ولا تضخيمه. غيمة سوداء فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بفعل غارات الأمس استفاق على صورتها اللبنانيون. سماء لبنان قاتمة ولا حلول تنذر بوقف قريب للحرب. غارات إسرائيلية جديدة اليوم بين البقاع والجنوب، أبرزها استهداف لمسؤول أمني بحزب الله في مدينة صيدا. وغداة دعوة حزب الله لإخلاء 25 مستوطنة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان 14 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والانتقال إلى شمال نهر الأولي. بالتفاصيل، أفادت مصادر الحدث بأن المستهدف بالغارة الإسرائيلية على حارة صيدا هو مسؤول أمني بحزب الله يدعى حسين فنيش. وأفادت أرقام رسمية لبنانية محدثة بمقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 3 آخرين بجروح. وفي غربي بعلبك استهدفت غارة إسرائيلية سيارتين على طريق بلدة حوش برد، وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وجرح 3 على الأقل. والله ضربة قوية مش هينة، في دمار كتير كبير، محلات الشريف كلها كسرت اتدمرت. استهدفت إذن غارة إسرائيلية سيارتين على طريق بلدة حوش برد غربي بعلبك، وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وجرح 3 على الأقل. صف المتسكر هون. خليك.
وفي إسرائيل، حيث سقط قتيل وأصيب 37 باجتياح حافلة موقع حافلات قرب قاعدة كليلوت شمال تل أبيب، غالبية الجرحى من الجنود، إذ أن القاعدة تضم مقرا للاستخبارات العسكرية وبقربها مقر للموساد. منفذ العملية الذي قتل هو فلسطيني ويحمل جواز سفر إسرائيليا. وبعد نحو ساعتين نفذت محاولة دهس ثانية شمال القدس قرب حاجز حزمة، قتل فيها المنفذ، وبحسب المعلومات لا إصابات في صفوف الجنود جراء العملية. במשטרת תחתית ואז ראש אגף חקירות שלהם נטור אוסם המקרה הזאת במשטרת תחתית ואז לא ישרים ארבע שנים היה נטור אוסם המקרה הזאת רנו, אתה מחובר לחמש? מחנה חיים הרצוג, משאית באה בכל הכוח, נכנסה בנו, הצלחנו אנחנו לברוח, יש לנו אנשים, אנשים מתחת למשאית, אנשים מהגמלאים מתחת למשאית ליקודים. אתם לא מבינים מה הולך פה. אלוהים, אני לא יכולה לראות את זה. קטלו. وللمزيد حول كل هذه التطورات معنا من القدس الصحفية هبة مصالحة، من بيروت مفادة الحدث ريمي درباس، ومن رميش في جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف. مساء الخير لكنا جميعا، أهلا بكنا بالأخبار الليلة. هبة، معك أبدأ بتطورات أو أي تفاصيل إضافية اتضحت حول عمليتي الدهس قبل الانتقال إلى التطورات الميدانية في لبنان. نعم، بما يخص عملية الدهس في جليلوت ما زالت التحقيقات جارية في الشرطة الإسرائيلية، وأيضا يشارك بهذه التحقيقات جهاز الشباك الإسرائيلي، ما إذا كانت هذه العملية هي على خلفية قومية بمعنى أنها على خلفية أمنية أو أنها حادث سير، بالرغم من أن السائق بحسب عائلة السائق هو يعاني من اضطرابات صحية، لذلك التحقيقات ما زالت جارية. في بداية الحدث تحدث الوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير واتهم بأن تكون هذه العملية هي على خلفية قومية نتيجة أن السائق هو عربي من فلسطيني 48 في بلدة قلنسوة وسط إسرائيل، لذلك
بالبداية قال إنها عملية على خلفية قومية، ولكن قائد الشرطة في مدينة تل أبيب قال إن التحقيقات ما زالت جارية ليحقق، وتصدر التحقيقات إذا ما كانت على خلفية قومية. أدت بنهاية المطاف هذه العملية إلى مقتل إسرائيلي، وهو بطبيعة الحال جندي كان يتواجد مع مجموعة كبيرة من الجنود. نتحدث عن إصابة أكثر من 37 جنديا كانوا يتواجدون بتلك الحافلة بالقرب من القاعدة جليلوت، وهي تضم مقر الاستخبارات الإسرائيلي ومقر الموساد وأيضا مقر 8200 التابع للاستخبارات الإسرائيلية. نتحدث عن 6 إصابات وصفت حالتهم بالحرجة جدا. تم الإعلان مؤخرا من قبل مستشفى إخلوف في تل أبيب عن مقتل 1 على الأقل. ننتظر المزيد من التحقيقات حول هذه الحادثة. أما بالنسبة لمحاولة الدهس أيضا وعملية الطعن في حزمة، قال الجيش الإسرائيلي عفوا بأنه لا يوجد إصابات نتيجة هذه الحادثة، وأنه تم تحييد منفذ هذه العملية. ناهد، معك نتابع التطورات بجنوب لبنان، التطورات الميدانية، إلى جانب كذلك كان في تحذيرات من حزب الله بالأمس لعدد من المستوطنات الإسرائيلية كذلك. ما هي المستجدات عند هذه النقطة أيضا؟ ميدانيا لارا، لا تزال المواجهات مستمرة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في أكثر من نقطة، أبرزها بلدتي حولة وعيترون، حيث كانت المواجهات اليوم بين الطرفين بسلسلة من الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله على تجمعات لجنود إسرائيليين مع كل محاولة دخول إلى هذه البلدات. البلدات السابقة التي كان الإسرائيليون حاولوا دخولها لا يزالون حتى هذه اللحظات يدخلون إليها ثم يعودون ويغادرون، كبلدة هيرة التي دخلوها قبل أيام وفجروا معظم أحيائها ومساجدها. اليوم كان هناك أيضا دخول إلى هذه البلدة، وهو مشهد بدأ يتكرر يوميا، إلا أن المواجهات الأبرز كانت بالفعل لارا في بلدتي حولة وعيترون. في عيترون كان هناك سلسلة من المواجهات والتي تستمر منذ أيام، وحتى اليوم كان حزب الله استهدف عدة تجمعات لجنود إسرائيليين داخل بلدة عيترون، بالإضافة إلى موقع الملكية المطل تماما على هذه البلدة. أما في بلدة حولة، قوة مشاة إسرائيلية دخلت إلى البلدة، تم استهدافها بصاروخ موجه، ثم عدة مرات استهدفت هذه التجمعات إن كان في بلدة حولة أو في موقع المنارة المطل تماما على هذه البلدة. موقع المنارة تم استهدافه لمرتين برشقات صاروخية ومرة بمسيرة انقضاضية، بالإضافة لاستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية المقابلة تماما إن كان لبلدة حولة أو البلدات القريبة منها، والتي كانت تشهد منذ الأسبوع الماضي سلسلة مواجهات بين حزب الله وإسرائيل. نتحدث عن بلدات مركبة، العديسي، كفركلة، هذه البلدات يعني على هذا المحور، والتي كانت تشهد بالفعل مواجهات عنيفة في الأيام السابقة من القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تزال فيها المواجهات مستمرة، قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تشهدها هذه البلدات. كان هناك حتى محاولة دخول إلى بلدة كفركيلة من بوابة فاطمة، هذه البوابة التي هي على الجدار الفاصل تماما مطلة على كفركيلة، بالإضافة إلى مسكاف عام أيضا المقابلة لبلدة العديسي. لذلك لا تزال المشهد هو نفسه، لا تزال استهدافات من قبل حزب الله للمواقع الإسرائيلية على الشريط الحدودي، وأيضا اليوم سلسلة من الاستهدافات والتي جاءت في الإنذار الذي تحدثت عنه لارا. يوم أمس كان حزب الله أصدر إنذارا لإخلاءات في مستعمرات إسرائيلية، قال الحزب بأن يتواجد فيها جنود إسرائيليون، وبالتالي على المستوطنين مغادرة هذه المواقع. هي في الأساس كان معظمها يستهدفها سابقا الحزب، اليوم عاد واستهدف الكثير من هذه المواقع التي ذكرها في إنذارات إنذارات الإخلاء هذه. إلى ذلك تستمر طبعا المواجهات في أكثر من نقطة مع رشقات صاروخية إلى الداخل الإسرائيلي، وصلت إلى حيفا ونهرية وعكا. ريمي، يعني بظل اشتعال المشهد أو استمرار المشهد بالاشتعال بالجنوب، يبدو أنه اليوم في هدوء حذر ببيروت، كيف بدأ الوضع؟ حتى هذه اللحظة لارا نتحدث عن هدوء حذر كما يحصل كل ليلة، ولكن تعلمين أنه فور صدور أوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي نكون أمام ليلة عنيفة، ليلة طويلة من الغارات التي تستهدف أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية. يوم أمس ربما تأخر الإنذار بالإخلاء من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وبالتالي استمرت الغارات ليلا حتى ساعات تقريبا متقدمة من الفجر، حتى حوالي الساعة الثانية
أو الثالثة فجرا. هذه الغارات وصفت أيضا بالعنيفة واستهدفت بشكل أساسي مناطق ربما كانت تستهدف في الأسابيع الفائتة، ولكن يمكن القول أنه التركيز يوم أمس كان على منطقة الحدث، وهذا التركيز يأتي بعد ما كان التركيز سابقا على منطقة حارة حريك. وبالتالي يمكننا أن نقول أنه الحدث تعرضت ليلة أمس لغارات جدا عنيفة تماما. الحدث وحارة حريك ربما تلقيان نفس المصير لناحية الغارات العنيفة التي تستهدفهما. حتى هذه الليلة إذن نتحدث عن هذا الهدوء الحذر، خرقه قبل تقريبا ساعة أو يعني من الآن خرقه صوت الرصاص الذي بتنا نسمعه قبيل حلول المساء، والذي كما أصبح معلوما هي رشقات رصاص في الهواء تحذيرية لمن لا يزال في منزله قبيل حلول المساء، لأننا نتحدث أو خوفا من أن نكون أمام إنذارات جديدة من أجل أن يغادر المواطنون الذين يتواجدون في منازلهم إن كان في الضاحية الجنوبية في كل المناطق التي تتعرض للقصف أو في الشويفات أيضا التي أيضا ترد في إنذارات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. هذا بشكل مختصر الوضع الميداني من الضاحية الجنوبية لبيروت. بس أنا بدي أرجع بسؤال أخير لهبة فقط قبل ما أشكركم زميلاتي. هبة، هل اتضح أي شيء حول زيارة هوكستين إلى تل أبيب؟ نعم، الأنظار تتجه إلى هذه الزيارة. حتى الآن لا يوجد إعلان على مصادر رسمية أو حتى وسائل إعلام إسرائيلية بوصول المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل، ولكن الأنظار تتجه إلى زيارته بالفعل، خاصة بعد التصريح من قبل وزير الأمن يوآف جالانت الذي أكد على أن لا يمكن تحقيق جميع الأهداف بالعمليات العسكرية، وأن الأهداف يمكن أن تتحقق من خلال تنفيذ وقرارات من المستوى السياسي، وخاصة أن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بات يتحدث عن قرب انتهائه من العمليات البرية في ظل وجود خسائر كبيرة في صفوف جيشه. شكرا جزيلا لك من القدس الصحفية هبة مصالحة، شكرا لريمي درباس مفادة الحدث إلى بيروت، وشكرا لناهد يوسف مراسلة الحدث من رميش في جنوب لبنان. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، شدد على عدم استدراج المنطقة لحرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة. وشدد عبد العاطي أيضا على ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة، وأيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى. وشدد عبد العاطي لنظيره الإيراني على ضرورة السعي لوقف إسرائيل حربها على لبنان، وأيضا ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف أحمد لحنيطي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. كما بحث خلال اجتماع في عمان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لما قال إنها مخازن أسلحة عثر عليها في جنوب لبنان. בתוך הסבך, ממש בתוך היער. נמצא המתחם הזה. בתוכו נמצא מצבור אמל"ח מאוד גדול. בנוי מבוטן.
ماذا؟ هنا مقر شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، وأيضا هنا مقر وحدتي 8209 وتسعمائة الرئيسي، كذلك في هذه النقطة مركز كبير للعمليات السيبرانية. نتحدث عن أكبر قواعد التنصت في إسرائيل، حيث تجمع المعلومات وتحلل البيانات. إنها قاعدة جليلوت الإسرائيلية، أصبح اسمها متداولا في الإعلام بعدما أعلن حسن نصر الله الزعيم السابق لحزب الله استهدافها لارتباطها بعملية اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر في أغسطس الماضي. لكنها سبق واكتسبت شهرتها لوجود مقر الوحدة 8200 فيها، تلك الوحدة التي قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها السبب الرئيسي لنجاح العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في لبنان. فهي ومنذ عام 2006 تاريخ انتهاء حرب لبنان الثانية تعمل بشكل مكثف من قاعدة جليلوت على اختراق حزب الله، تتجسس على وسائل الاتصال، تراقب انتشاره جغرافيا كذلك عبر الأقمار الصناعية والمسيرات، تحلل أي تغيير على الأرض لرصد مخازن الأسلحة، وترسل فرق تجسس نخبوية وراء الحدود استعدادا للمواجهة. يبقى أن تلك القاعدة تبعد عن الحدود اللبنانية 110 كيلومترات، ولكن تبعد عن تل أبيب 1500 متر فقط. على كل في ظل هذه المعطيات والتطورات أيضا الآتية من جانب إسرائيل، نستضيف هذا المساء من بيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة لنناقش معه كل هذا المشهد. دولة الرئيس مساء الخير، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. رح أبدأ مع حضرتك بالمشهد اليوم. إسرائيل من جانبها تقول إنها استهدفت مسؤولا بحزب الله بصيدا، إلى جانب القصف المتواصل والعملية العسكرية التي لا تتوقف، وبالمقابل لبنان وحزب الله داخل لبنان يقول إنه يهدد المستوطنات الإسرائيلية على الرغم من أنه لم يقصف أي مستوطنات جديدة. فعليا ماذا يفهم من استمرار هذا المشهد حتى اليوم بهذه الطريقة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الحقيقة أن المشهد يجب أن ننظر إليه ليس فقط من جانب الصورة اللبنانية والتي تبين أن الفريقين، الفريق الإسرائيلي وفريق حزب الله، كلاهما مأزوم بما وصل إليه، وهذه الأزمة تطاول أيضا الصورة على الصعيد الإسرائيلي الغزاوي والضفة الغربية، بأن كل واحد من هؤلاء دخل في هذه المعركة ولم يكن له وضوح كامل كيف يمكن أن يخرج منها، وبالتالي ما الذي هو ضروري من أجل أن لا يدفع بالأمور إلى أن تصل إلى نهايات لا يريدها. ونرى الآن في خضم هذه الأحداث التي نراها في توسيع نطاق الهجوم على لبنان، وبدأ يطاول مناطق عديدة في كل لبنان، ليس فقط في منطقة الجنوب أو الضاحية الجنوبية ولكن في مناطق أخرى، واليوم وصل إلى حارة صيدا، إذ يبدو أنه استهدف أحد القياديين في حزب الله. الحقيقة أن إسرائيل وصلت الآن إلى نقطة، حتى بعد الانتصارات التي تقول أنها قد حققتها، أنها فعليا لم تستطع أن تحقق أمرا أساسيا، وهي استعادة الرهائن، ولم تستطع أن تستعيد أيضا النازحين الإسرائيليين إلى قراهم في الشمال، كما أن لم تنهي حماس ولم تنهي حزب الله. حزب الله من طرف ثانية أنه تعرض إلى ضربات موجعة جدا، ولكنه الآن عاد إلى أن يعمل ما بشكل عصائد، أي ما يسمى كوماندوس أو عمليات عصابات. نعم. وهذه هو يمتاز بها، على عكس ما لجأ إليه خلال السنوات الماضية وانكشف في أنه تحول إلى جيش وبدأ يمد أصابعه إلى المنطقة ككل في العراق وفي سوريا وفي لبنان، وبالتالي أصبح مأزوما الآن، وبالتالي هو يحاول أن يعوض عن ذلك من
خلال ما ينجزه الآن في حرب العصابات. نعم. تقول حضرتك أنه الطرفين مأزومان بوضع لبنان سواء حزب الله أو حتى إسرائيل، ولكن بنفس الوقت هناك مخارج توضع على الطاولة، رفضت مؤخرا من إسرائيل، ولكن بنفس الوقت يتهم حزب الله داخل لبنان لأنه كذلك يعني هو لا يستجيب للأصوات الداخلية لا من ناحية موضوع سلاحه ولا حتى من ناحية وقف الحرب ويعني وقف المجازر التي تقوم بها إسرائيل بلبنان. فيعني اليوم في حلول على الطاولة، هوكستين توجه إلى إسرائيل، هل يمكن نعم. القول إنه هذه الحلول ما زال يمكن للطرفين أن يقبلا بها يعني وقف هذه الأزمة التي هما بها وأيضا كذلك لوقف هذه الحرب على لبنان؟ فعليا إذا واحد بيطلع على الأمور بكل موضوعية بأنه عند إنجاز القرار 1701 في العام 2006 عندما كنت أنا رئيسا للحكومة، المشكلة الحقيقية أن الطرفين أكان ذلك إسرائيل أم كان حزب الله، كلاهما دخلا إلى هذه العملية ونيتهما أن لا يطبقان هذا القرار. إسرائيل استمرت فعليا في اليوم التالي وقبل 14 من آب أنها أمطرت لبنان بملايين القنابل العنقودية. نعم. وأيضا حزب الله عندما باشر عملية التنفيذ بعد 14 من 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 آب 2006 أنه لم يتقيد بما ينص عليه القرار 1701. إسرائيل استمرت في تحليقها في الأجواء اللبنانية. نعم. وهكذا مرت الآن 18 سنة وبالتالي لم يطبق. الآن يقول الجميع بأنه يريد أن يطبق القرار 1701 علما أن إسرائيل تحاول أن تضيف إلى ذلك. بس حضرتك يعني لا تصدق انه القرار 1559. نعم. يعني اذا طرفان من اللحظه الاولى ما التزما ب 1701 ما الذي سيدفعهما الان للالتزام؟ نعم. طبيعي الان الكل بعد ان ناله ما ناله من 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 نتائج ما ناله حزب الله وما ناله لبنان من خسائر كبرى بشرية وتدمير وخسائر لا تحصى ولا تعد، وما أيضا تتعرض له إسرائيل الآن في العملية البرية التي تقوم بها، وهي مضطرة أن تستمر بالرغم من كل هذه الخسائر التي لا تستطيع أن تتحملها. لذلك ما هو مطلوب الآن؟ نعم. مطلوب أن يكون هناك جهدا متناسقا ومتضافرا على الصعد المحلية في لبنان من خلال رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال من أجل فعليا نعم. الخروج بموقف يستطيعان به أن يبينا للعالم بأن لبنان سوف يلتزم به. وذلك عندما نقول القرار 1701 طيب نعني ما نقوله، وليس من أجل أن نكسب كلاما من هنا وبالتالي لا نطبقه. هذا الأمر ينطبق بس على بس إسرائيل. هذا ليس الكلام الذي يتحدث به حزب الله. تلعب دورا يعني أنتم تتحدثون من جهتكم، حزب الله لا يتحدث عن هذا فقط. يعني حتى هلأ يعني سوف ننقل أخبار عاجلة على ما يبدو واردة عن مصادر الحدث على أنه مثلا إصرار حزب الله على ربط يعني مصير لبنان أو هذه الحرب بغزة هو العقبة الأساسية اليوم الموجودة أو واحدة من العقبات الأساسية الموجودة مفاوضات الدوحة الجارية حول غزة. يعني اليوم بالداخل اللبناني كل القيادات السياسية تتحدث عن 1701 أو حتى كذلك 1559 أو حتى اتفاق طائف اليوم طرح، بس لا أحد يعني يرى أنه حزب الله ما زال لا يتحدث عن هذا الموضوع، ما زال يربط مصير لبنان بغزة، ما زال يتحدث عن انتصارات على الأرض. بيانات حزب الله تتحدث عن انتصارات وعن استهدافات قوية لإسرائيل. نعم، ولكن بنفس الوقت هو يحقق إنجازات على الصعيد المعارك البرية الآن، ولكن كمان حزب الله مأزوم ليس فقط من الخسائر التي تعرض لها وتعرضها لبنان، ولكن أيضا الوضع الداخلي في لبنان كمان مأزوم وبحاجة إلى رأب الصدع الذي يمكن أن يهدد بمخاطر كبرى على الصعيد الداخلي.
وأيضا هناك إشكالية أن الحزب عليه أن يعالج هذا الجو اللبناني الذي يطالب بأن يصار إلى الانتخاب. ما هي المخاطر؟ المخاطر الداخلية على الصعيد الوضع الداخلي، وضع الداخلي الداخلي في لبنان. هناك تقريبا مليون بني آدم يلي هو اللبنانيين الذين هجروا من الضاحية الجنوبية وهجروا من الجنوب ومن مناطق عديدة، والذين هم منتشرون على كافة المناطق اللبنانية، وهذا الأمر طبيعي يعيشون حالة صعبة ومزرية، وهذا غير مقبول إنسانيا. وبالتالي أيضا هم موجودون في مناطق عديدة داخل الأحياء اللبنانية التي هي أساسا مكتظة، ولبنان كان يعاني من أزمة النازحين السوريين، وكل الكل يعرف أن لبنان كان يستضيف حوالي 1,200,000 نازح سوري. كل هذه العملية، صحيح أن بعضا منهم عاد إلى سوريا وبعض من اللبنانيين ذهب إلى سوريا، ولكن تبقى المشكلة كبرى على الصعد الداخلية اللبنانية وعلى الصعد السياسية. لذلك هناك حاجة لما يسمى تزخيم العمل من قبل الرئيسين بري وميقاتي من أجل إنجاز هذا الموضوع. حتما الآن كل ما نسمعه، مش حيجي حزب الله يعلن الآن أنه وافق على هذه العملية. بالتالي يجب أن تكون هذه العملية عم تتم من المفاوضات من خلال هذا التواصل الذي ينبغي أن يكون سريا إلى أن ينجز. اسمح لي بس هون أتوقف عند الأخبار التي ننقلها الآن، الأخبار العاجلة عن مصادرنا، مصادر الحدث تتحدث عن أن اجتماع الدوحة ناقش بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار في لبنان، مش بس غزة، ناقش بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار بلبنان. المصادر تؤكد أن موفدا قطريا سوف يتوجه إلى بيروت خلال أيام ليستمع إلى شروط لبنان ولينقلها للمعنيين، مع الحديث كما قلنا عن أن إصرار حزب الله بحسب مصادر الحدث على تزامن وقف النار بلبنان مع غزة هو أبرز العقبات أمام محادثات الدوحة. دولة الرئيس موفد قطري إذن بحسب مصادرنا سيتجه إلى بيروت. هل تعتقد حضرتك أنه يمكن أن يحقق ما لم يحققه مثلا هوكستين؟ ربما، بس قبل أن أدخل بهذا الأمر كمان يعني يراودني كثير من القلق أن الأمور التي ظن البعض بأنه قد انتهت في الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي جرى، وبالتالي ردت إسرائيل خلال 48 ساعة الماضية، وأن هناك احتمالا الآن أن يكون هناك موقفا إيرانيا لمحاولة الرد على الرد. هل ترد إسرائيل، هل ترد إيران في إشعال الجبهة بينها وبين إسرائيل مرة جديدة، أم أنها ترد خلال أذرعها، وأذرعها يمكن أن تكون من خلال لبنان، وتكون لبنان الساحة الجديدة أيضا لهذا الصراع ما بين إيران ما لبنان ساحة أصلا دكتور رئيس إسرائيل إن الآن أيضا الولايات المتحدة. السؤال مش بس الرد على الرد، هو السؤال أيضا كم إسرائيل ستكون مستعدة لحرب مفتوحة مع إيران، وهذا ماذا سيعني أيضا للجبهات الأخرى. بس اليوم نحن أمام أيضا انتخابات أمريكية قادمة، هل تعتقد حضرتك أنه المشهد الدولي يذهب باتجاه فعليا التوصل إلى تسويات قبل الانتخابات، أو نحن أمام على الأقل أسبوع صعب حتى نصل إلى هذه الانتخابات؟ من دون أدنى شك أن الجميع يريد طريقة من أجل الخروج من مآزقه. الولايات المتحدة مأزومة بسبب الانتخابات، وتريد أن تخرج بشبه انتصار أنها حققته بتهدئة هذه الجبهات. إسرائيل كمان مأزومة بهذا الموضوع ولا تريد أن تصعد. إيران حتما لا تريد أن تصعد لأنها مأزومة بالداخل، ومأزومة على في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومأزومة من خلال أذرعها، ومأزومة من خلال الهجوم الذي جرى عليها من قبل إسرائيل. كل هذه المجموعة التي يعني لها صلة بالأوضاع الجارية في الشرق الأوسط وصلت إلى نقطة يجب الخروج منها. الآن الموفد القطري أنا أعتقد أن لقطر دائما دور مقبول ومحبب
وبالتالي يتوقع اللبنانيون أن تقوم بأمر في هذا الأمر. هو إنشاء من أجل الموضوع. نعم. أمأنت أيضا حزب الله من أجل الموضوع، موضوع إعادة إعمار في الفترة القادمة. هذا هو مصدر قلق كبير عند حزب الله بالنسبة لأن عندما يهدأ المدفع ماذا سيكون عليه، كيفية معالجة نتائج هذه العملية. فبالتالي هذه واحدة من الأمور، إمكانية أن يصار إلى الإقناع بأن يصار إلى الذهاب على مسار الانتخاب الذي ينبغي أن يكون البارحة قبل اليوم لانتخاب رئيس جمهورية. كذلك هناك استعصاء في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك. هو في الواقع ما زال في كثير من الأسئلة، للأسف انتهى وقت المقابلة، ولكن لنا لقاءات أخرى. دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ضيفنا من بيروت. أيضا في الأخبار ليلى، لكن بعد الفاصل. الحل في حقيبة هوكستين أو على قطار التفاوض؟ الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العلاقة تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. أهلا بكم من جديد. قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن يوآف جالنت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران، وناقش ما أسماها بالفرص الاستراتيجية التي قد تنجم عن ذلك. وأضاف البيان أن جالنت ناقش أيضا ما قال عنها الفرص الاستراتيجية التي نجمت عن الإنجازات التي تحققت في العمليات على الجبهتين الشمالية والجنوبية، في إشارة للقتال في لبنان وقطاع غزة. ومعنا من واشنطن لمتابعة كل هذه التطورات مراسلة الحدث ريتا سليمان. مساء الخير لك يا ريتا، معك نتابع آخر المستجدات سواء حول الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية أو حتى كذلك حول زيارة هوكستين إلى تل أبيب، وما يعني كيف يتبلور المشهد الآن ونحن على أبواب الانتخابات.
لو تعودي معي قليلا بالوقت لمساء الجمعة بتوقيت واشنطن، مباشرة بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية على إيران، خرج الرئيس بايدن ليقول بأنه الضربة انتهت ومن الآن سيكون هناك مسار جديد للمفاوضات. البيت الأبيض على لسان متحدث من مجلس الأمن القومي قال بأنه بداية من مطلع هذا الأسبوع سيكون هناك عمل على كل المسارات، يعني الاستفادة من كل الأوراق لدى الولايات المتحدة للتوصل إلى حل في لبنان، لوقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا لإعادة المفاوضات بشأن غزة، لوقف إطلاق نار، لهدنة مؤقتة توصل إلى إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين. تريد الإدارة الأمريكية بكل قوتها الآن الاستفادة من الأجواء التي أرستها في المنطقة بعد انتهاء الضربة للتوصل إلى اتفاق. إنه أمر حيوي جدا بالنسبة للرئيس بايدن في هذه المرحلة أن يتوصل إلى خرق ما إن كان في موضوع لبنان أو حتى في المفاوضات بشأن غزة. في هذه المرحلة يريد بايدن إنهاء عهده بتحقيق إنجاز أو حتى إعطاء ربما بعض الحظوظ لمرشحة الحزب الديمقراطي نائبته كامالا هاريس في هذا التوقيت، وخاصة في هذا الموضوع لأنه أيضا حاسم بالنسبة للعرب الأمريكيين الذين سيصوتون لها ويبدو أنها تخسر تأييدهم في هذه المرحلة. بالمختصر الأجواء في البيت الأبيض تتوقع الذهاب بمسارين بكل المسارات بنفس التوقيت إن كان في مخص لبنان وأيضا في غزة، وأيضا الأجواء الإيجابية بعد مقابلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الرئيس نجيب ميقاتي كان صداها إيجابي جدا في العاصمة واشنطن، ومنها يعولون على مزيد ربما من الإنجازات إذا صح التعبير. نتابع معك دائما ريتا أي جديد حول هذه التطورات، إذا بظل أنها متلاحقة على ما يبدو في اللحظات الأخيرة ما قبل نهاية ولاية بايدن. ريتا سليمان مراسلة الحدث من واشنطن، شكرا لك. وفي قطر انطلقت المحادثات بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري، فيما نقلت رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن المحادثات تهدف إلى توصل إلى اتفاق قصير الأجل لأقل من شهر في قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق أكثر استدامة. رويترز نقلت أيضا عن المسؤول المطلع قوله إن مفاوضات الدوحة ستركز على تبادل بعض الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين. وفي الموازاة ومن جديد، يتوجه المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل للتباحث مع المسؤولين هناك حول إمكانية الوصول إلى وقف للنار وإرساء حل طويل الأمد مع لبنان. زيارة هوكشتاين تتزامن مع جلسة ستعقدها الحكومة الإسرائيلية المصغرة لبحث التطورات على مختلف الجبهات وتقييم الضربة على إيران والتشاور حول مسار العملية العسكرية البرية ضد حزب الله في لبنان ومصيرها، إما الاستمرار أو وقفها كليا أو حتى جزئيا، خاصة وأن مسؤولين إسرائيليين يتمسكون بالتفاوض مع لبنان تحت النار، فيما لبنان يرفض هذا الأمر ويطالب بوقف النار أولا ومن بعدها يفاوض. واشنطن بدورها تحاول استثمار الرد الإسرائيلي المحدود على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات، لذلك تكثف تحركاتها الدبلوماسية قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر على أمل التوصل إلى اتفاق. فأرسلت مبعوثها هوكشتاين للحصول على جواب إسرائيلي واضح حول مبادرته التي تنص على وقف النار وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ودخول الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية وتطبيق القرار 1701. نحن كالولايات المتحدة نشعر بقوة أنه يجب على إيران أن تتوقف عما تفعله فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله للمنطقة. سوف ندافع دائما عن إسرائيل ضد أي هجمات من جانب إيران بهذه الطريقة. ومعنا من واشنطن لمناقشة هذا الحراك الأمريكي جينا وينستانلي، السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط. سيدة وينستانلي مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. يعني اليوم نرى حراكا أمريكيا
متسارعا إذا صح الوصف. لدينا قائد CIA موجود بقطر لبحث موضوع غزة، ولكن على ما يبدو كذلك ملف لبنان وضع على الطاولة، ولدينا المبعوث هوكشتاين في تل أبيب لبحث موضوع لبنان بشكل خاص. فعليا ما الذي يجري في الدقائق الأخيرة لهذه الإدارة الأمريكية؟ الواقع أن ثمة دفعة قوية وجديدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. يجب أن نتذكر أن صراع مع حزب الله بدأ بعد هجوم حماس قبل عام في 7 أكتوبر، وهذا طبعا كان يتوقف على وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا ما قاله حزب الله. حزب الله قال أنه لن يوقف الهجمات ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة، وبالتالي لو حصل ذلك قد يؤدي إلى تأثير إيجاب على القتال داخل لبنان. وطبعا نعود إلى غزة من أجل التركيز على وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى حل استراتيجي فيما يتعلق بالقطاع. مع صلة ذلك مع الضفة الغربية، كيف يمكن التوصل إلى ذلك مع حماس والحكومة الإسرائيلية؟ كيف يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار كهذا؟ طيب، بحسب مصادرنا الحديث يدور على ما يبدو بالدوحة كذلك على وقف إطلاق النار بلبنان، وبالتالي حتى كذلك بالنسبة للمتفاوضين اليوم هم يعني من الصعب فصل غزة عن لبنان بهذه المرحلة في المفاوضات، تماما كما يصر حزب الله أصلا على عدم فصل نفسه عن غزة بظل هذه الحرب. فعليا هل وصلت الأمور إلى القدرة اليوم سواء الأمريكية على التوسط للوصول إلى وقف إطلاق نار على الجبهتين في آن واحد؟ نعم، وأعتقد أن هاتين الجبهتين كانت متصلتين، وكان هذا موقف حزب الله منذ البداية. فالمبعوث الأمريكي هوكشتاين زار لبنان وتحدث ليس فقط عن وقف إطلاق النار وشكله وتماسكه. يجب أن نتذكر أن في عام 2006 توصلنا إلى وقف إطلاق النار وإلى القرار 1701، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه من أي من الطرفين. كيف يمكن تحقيق ذلك من جانب حزب الله وكذلك من جانب إسرائيل؟ هذا من ناحية. ثم لدينا التوصل إلى وقف إطلاق النار. الآن هناك جهود تبذل الآن من قبل بلدان في المنطقة، لا سيما مصر وقطر وكذلك الولايات المتحدة، وهناك وفود تجتمع وتسعى لتأطير وقف إطلاق النار. إذن إسرائيل أرسلت وفدا مفاوضا أيضا إلى الدوحة، ولكن ما يختلف هذه المرة هو أن الوفد التفاوض لم يكن مفوضا للتوصل واتفاق، وبالتالي فإن الوفد الإسرائيلي لم يكن مخولا للتوصل لاتفاق. سمعنا طبعا بأن حماس تضع مطالب جديدة وكذلك هناك ترددات من حماس، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا لم يمنح فريقه التفويض للتوصل لاتفاق، وبالتالي يجب أن يكون الوفد المفاوض الإسرائيلي قادرا على التوصل لوقف الإطلاق النار للقيام بمفاوضات مجدية. ولكن المشكلة من يتحدث عن حماس ومن يستطيع التفاوض بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار؟ إذن هذه مشكلة حقيقية في الوقت الراهن بالنسبة لحماس. وهل سوف تقدم حماس تنازلات تختلف عن المواقف السابقة، أي الإفراج عن الرهائن مقابل انسحاب كامل لإسرائيل؟ وهذا ما لم يقبله نتنياهو حتى الآن. إذن ماذا بوسع بالولايات المتحدة ومصر وقطر دفع الجانبين إلى مواقف أكثر تقاربا؟ دائما ما يتم فصل الولايات المتحدة
المتحدة في الحديث عن الوسطاء الآخرين، نظرا أن الولايات المتحدة هي ليس فقط حليفة لإسرائيل وإنما أيضا تمدها بالأسلحة التي تستخدمها اليوم إسرائيل سواء بغزة أو بلبنان، ولكن فعليا هل يعني نحن وصلنا أمام يعني استنفاد الإدارة الأمريكية الحالية لكل الطرق للضغط على إسرائيل أو إقناعها بشكل أو بآخر بأنه لا يجب أن تستمر هاتان الحربان، أو نحن أمام الآن فترة انتظار لأنه بطبيعة الحال من المنطق القول أنه هناك انتخابات قادمة وحتميا سوف تفرز رئيسا جديدا أو رئيسة ربما، فعلينا أن ننتظر السياسة الأمريكية الجديدة؟ هذا سؤال ممتاز، وأعتقد أن هناك أمران بهذا الشأن. بالتأكيد لم يفصلنا الآن إلا 9 أيام عن انتخابات، وكما ذكرت من قبل سيكون من المهم جدا لمعرفة من سيفوز فيها وماذا سيحدث بعد الانتخابات من منظور السياسة الأمريكية الخارجية. نائبة رئيس كامالا هاريس أعطت مؤشرات بأنها أكثر تعاطفا مع قضية الدولة الفلسطينية وترغب بدفعها قدما، وكذلك العمل من أجل تسوية الصراع. والرئيس السابق ترامب قال أيضا أن الظروف الراهنة لا يجب لها أن تستمر، ولكن ما يمكن أن يسمح له به لإسرائيل قد يكون مختلفا تماما ما ستفعله الرئيس هاريس. ولكن فإن المرشحين أوضح بأن الوضع الراهن لا يمكن أن يكون مستدام، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس بايدن سيظل رئيسا حتى 20 يناير من عام 2025، وبالتالي فهو الرئيس الذي سيمارس صلاحياته حتى ذلك التاريخ. وما أستطيع أن أقوله بالنسبة لما قامت به الولايات المتحدة فيما إذا كانت كافة الأدوات قد استخدمت من قبل إسرائيل لضغط من قبل الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، وأنه يجب التركيز على البعد الاستراتيجي وليس فقط الانتصارات التكتيكية، أستطيع أن أقول أنه كان واضحا بأن إسرائيل تفضل أن يكون لديها عدد أوسع من الأهداف في إيران، وأن بينما ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها نحن لم نتفق مع إسرائيل، لم نتفق بأن تضرب المواقع النووية أو منشآت الطاقة، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة استطاعت أن توضح هذا الموقف وأن تجعل إسرائيل تتقيد بذلك، وهذا ربما ما حدث بناء على توصيات من الولايات المتحدة. والآن الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية تركز الآن على التوصل لوقف الإطلاق النار لتغيير الوضع بغض النظر عن الأدوات المستخدمة في هذه المساعي، ومن بينها طبعا الحكمة والعمل على عدم تصعيد الصراع مع إيران على أمل أن تؤدي هذه الدبلوماسية إلى نتائج. أنت تدفعين حتى تحصلي على نجاح، هناك الكثير من العقبات والإخفاقات على هذه الطريقة، وهذا هو واقع الدبلوماسي. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من واشنطن جينا وينستانلي، السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط. إلى السودان الآن. وفي الخرطوم أفاد مراسل الحدث بأن الجيش السوداني استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم، ورصدت كاميرا الحدث تصاعدا كثيفا لأعمدة دخان من الموقع المستهدف، فيما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة أيضا من مواقع محيطة بالسوق المركزي جنوب الخرطوم حيث مناطق تحرك الدعم السريع. وقال مراسل الحدث إن قوات الدعم السريع استخدمت المدفعية الثقيلة بصورة متقطعة طوال الساعات الماضية باتجاه محيط قيادة الجيش وسط العاصمة إلى جانب منطقة المقرن ومحيط سلاح المدرعات. إلى شهدي نادر مراسل الحدث الآن الذي ينضم إلينا من أم درمان لمتابعة المزيد حول هذه التطورات الميدانية. مساء الخير لك شهدي، ما آخر المستجدات؟ هل تسمعني شهدي؟ أتسمعني
طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال مع زميلنا في أم درمان، نعود إليه فورا تمكننا من إعادة التواصل معه. شهدي نادر مراسل الحدث إذن ونتابع صور مشاهدينا لما نشره الجيش الإسرائيلي من فيديوهات لاستهدافات له في عدد من المواقع. وبهذا مشاهدينا كنا قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من الأخبار ليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات الساعة الثانية، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بيانات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص
أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جابونا؟ أخبار الليلة من الحدث. الساعة الثانية من الأخبار الليلة، أحييكم من جديد وإليكم تذكيرا بأهم الملفات. إسرائيل تواصل غاراتها في لبنان ومقتل قيادي لحزب الله في صيدا. الدهس يصل لمحيط مقر الموساد في تل أبيب. قطار المفاوضات ينطلق مجددا حول غزة، وخامنئي يعلق على الهجوم الإسرائيلي. هذه المواضيع وأيضا مواضيع أخرى نبحثها بعد قليل، ولكن نذكر بالعناوين. إسرائيل تواصل استهدافاتها الموسعة في لبنان. سماء بيروت قاتمة بفعل الغارات، ومسؤول أمني بحزب الله وسبعة آخرون قتلى في صيدا. الدهس يصل مقر الموساد في تل أبيب، والمهاجم يحمل جواز سفر إسرائيليا. قتيل وعشرات الجرحى من الجنود. هوكستين في إسرائيل قريبا، ومحادثات حول غزة في الدوحة يشارك فيها رئيس الموساد ومدير CIA. فهل من أمل في هدنة قريبة؟ إسرائيل تفاخر بضرباتها في إيران وتصفها بالناجحة، وخامنئي يمسك العصا من منتصفها. لا ينبغي التقليل من أهمية الهجوم أو تضخيمه. غيمة سوداء فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بفعل غارات الأمس استفاق على صورتها اللبنانيون. سماء لبنان قاتمة ولا حلول تنذر بوقف قريب للحرب. غارات إسرائيلية جديدة اليوم بين البقاع والجنوب، أبرزها استهداف لمسؤول أمني بحزب الله في مدينة صيدا. وغدت دعوة حزب الله لإخلاء 25 مستوطنة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان 14 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والانتقال إلى شمال نهر الأول. بالتفاصيل، أفادت مصادر الحدث بأن المستهدف بالغارة الإسرائيلية على حارة صيدا هو مسؤول أمني بحزب الله يدعى حسين فنيش. وأفادت أرقام رسمية لبنانية محدثة بمقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 3 آخرين بجروح. وفي غربي بعلبك استهدفت غارة إسرائيلية سيارتين على طريق بوداي، وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وجرح 3 على الأقل. والله ضربة قوية مش هينة، في دمار كتير كبير، محلات الشريف كلها كسرت اتدمرت. بعد غارة إسرائيلية عنيفة فجر اليوم، لا يزال الدخان يتصاعد من أحد مباني منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت. Yeah.
وفي إسرائيل سقط قتيل وأصيب 37 باجتياح حافلة لموقع حافلات قرب قاعدة جاليلوت شمالي تل أبيب. غالبية الجرحى من الجنود، إذ أن القاعدة تضم مقرا للاستخبارات العسكرية وبقربها مقر للموساد. منفذ العملية الذي قتل هو فلسطيني ويحمل جواز سفر إسرائيليا. وبعد نحو ساعتين نفذت محاولة دهس ثانية شمال القدس قرب حاجز حزمة قتل فيها المنفذ، وبحسب المعلومات لا إصابات في صفوف الجنود جراء هذه العملية. בשתי תחתית ואז ראש אגב חפירות שלהם נטור וסם המקרה הזאת בשתי תחתית ואז יש 24 שנים היה נטור וסם המקרה הזאת רנו, אתה מחובר לחמש? قتلوا عودة إلى زميلتنا من القدس الصحفية هبة مصالح لمتابعة أيضا مزيد من التطورات هناك، وكذلك أيضا معنا من البقاع مراسل الحدث محمود شكر. مساء الخير لكما، أهلا بك من جديد هبة. محمود معك سأبدأ، نظرا إلى أنه كذلك اليوم كان يوم طويل من الغارات بالنسبة للبقاع وحتى استهداف سيارات كذلك، معك نرصد المشهد. نعم، هذا الاستهداف هو كان على طريق حوش بردة الذي يربط بدوره بلدة بودي، والذي أدى إلى سقوط 3 ضحايا وعدد من الجرحى. بداية كانت الغارة باتجاه سيارة على الطريق العام وبقربها فان لنقل الركاب، أدى الأمر إلى سقوط 3 ضحايا وعدد من الجرحى من بينهم عسكري في الجيش اللبناني صدف مروره في المنطقة. وكان قد سبق ذلك موجة من الغارات على منطقة البقاع من ساعات الليل حتى الصباح، ولكن هذه المرة تركزت على شقين، شق الحدود اللبنانية السورية من جهة الهرمل وتحديدا مع بري مطربة وجرماش، وأدت الغارات في تلك المنطقة إلى سقوط ضحيتين من عداد الجيش السوري وتحديدا من الفرقة الرابعة، وأيضا كانوا يتمركزون بالقرب من معبر مطربة. الغارة استهدفت هذا المركز
العسكري بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى. بعد ذلك أغار الطيران على عدد من البلدات والقرى، ولكن جاءت هذه البلدات على خارطة السلسلة الغربية لجبال لبنان من جهة البقاع، وتحديدا في بودي وأيضا في شمسطار. هذه البلدة التي أغار عليها الطيران عند الفجر، ثم بعد ذلك أغار عليها عند الصباح، بمعنى إلى أنه أغار على دفعتين متتاليتين. وأيضا أغار الطيران على مدينة الهرمل وتحديدا في جرودها، كما أغار أيضا على طريق حلبتا، هذه البلدة التي هي بالقرب من حربتا ومن الجهة العليا زبود، وهما ثلاثة بلدات الطيران الإسرائيلي يقوم على الدوام بعملية الإغارة عليهم. إذن بالفعل هو يعني عدد كبير من الغارات على البقاع اليوم. هبة، من الجانب الآخر، هل من أي تفاصيل تتعلق بالتطورات السياسية، خاصة اللقاءات الجارية بالدوحة في ظل حديث كذلك عن طرح موضوع لبنان على طاولة المفاوضات، وأيضا التطورات الداخلية اليوم؟ نعم، في إسرائيل يتحدثون عن أن عدم مشاركة رئيس الشباك وأيضا ممثل عن الجيش، هذا يعني أن لا يوجد جدية لدى الجانب الإسرائيلي بطرح وأيضا بمفاوضات جدية لناحية التوصل لصفقة واستئناف المفاوضات. مشاركة رئيس الموساد فقط في هذه المحادثات يعني أنه ذاهب للاستماع فقط، وخاصة أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت عن مصادر قولها بأن حتى رئيس الموساد لم يمنح صلاحيات كافية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضا لاقى انتقاد كبير من قبل أهالي الأسرى الذين قاطعوا خطابه خلال الذكرى 7 أكتوبر هذا اليوم، خلال حفل التأبين الذي أقامه بنيامين نتنياهو وقادة من الأمنيين، وطالبوا أن يكون هناك وأن يعطي صلاحيات أكثر لرئيس الموساد. ولكن عدم مشاركة رئيس الشباب وأيضا الذي يعنى بشكل كبير للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهو ممثل عن الجيش الإسرائيلي الجنرال يتسحك ألون، الذي هو أيضا في إطار الوفود والوفد الرفيع الذي يطالب بالتوصل لصفقة دون مشاركتهم اليوم في الدوحة، هذا يعني أنه لا يوجد صلاحيات للوفد المفاوض وأن الوفد الإسرائيلي ذاهب للاستماع فقط دون تحريك أي من مسار للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى. وهذا يأتي أيضا في انتظار المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل. إسرائيل في انتظار هذا المبعوث، حتى الآن لا يوجد مصادر بتوقيت وصوله إلى إسرائيل، لكن الأنظار تتجه إليه لناحية أن يكون هناك أيضا تسوية سياسية. ولكن على الصعيد الميداني نتحدث عن تطورات ميدانية. اليوم أمس كان قد نشر حزب الله مقطع فيديو بإخلاء أكثر من 20 بلدة ومستوطنة في الشمال. اليوم تم تنفيذ عمليات قذائف صاروخية باتجاه هذه المناطق مرورا من مدينة نهارية الساحلية ووصولا إلى كاتسرين، هذه المستوطنة الكبيرة في منطقة الجولان. نتحدث عن السرب من المسيرات بالإضافة إلى عدة رشقات وقذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان إلى المناطق الشمالية، أدت بنهاية المطاف إلى إصابة امرأة في منطقة طمرة في الجليل الغربي، وأيضا إلى إصابة شخصين نتيجة انفجار مسيرة في المنطقة الصناعية في مدينة عكا، وهي وتحديدا استهدفت مصنعا عسكريا في تلك المنطقة. شكرا لك من القدس الصحفية هبة مصالحة، وشكرا لمراسل الحدث من البقاع محمود شكر. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على عدم استدراج المنطقة لحرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة. وشدد عبد العاطي أيضا على ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق تهدئة، وأيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى. وشدد عبد العاطي لنظيره الإيراني على ضرورة السعي لوقف إسرائيل حربها على لبنان، وأيضا ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات.
وفي قطر إذن انطلقت المحادثات بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ورئيس الوزراء القطري، فيما نقلت رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن المحادثات تهدف إلى توصل إلى اتفاق قصير الأجل لأقل من شهر في قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق أكثر استدامة. رويترز نقلت أيضا عن المسؤول المطلع قوله إن مفاوضات الدوحة ستركز على تبادل بعض الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الذي شنه جيش بلاده على إيران كان دقيقا وقد حقق أهدافه، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن حكومته ملتزمة بإعادة الرهائن مهما كلف الثمن. التكفى بإيران الهجوم ضد إيران كان قويا ودقيقا وقد حقق كل أهدافه. أريد أن أشكر الولايات المتحدة على التنسيق المتواصل والمساعدة. في هذا اليوم لن ننسى أبناءنا وبناتنا المخطوفين، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا، الأحياء والأموات معا. هذه مهمتنا ولن نتوقف حتى نحققها إلى نهايتها. بالموازاة ومن جديد، يتوجه المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل للتباحث مع المسؤولين هناك حول إمكانية الوصول إلى وقف للنار وإرساء حل طويل الأمد مع لبنان. زيارة هوكشتاين تتزامن مع جلسة ستعقدها الحكومة الإسرائيلية المصغرة لبحث التطورات على مختلف الجبهات وتقييم الضربة على إيران والتشاور حول مسار العملية العسكرية البرية ضد حزب الله في لبنان ومصيرها، إما الاستمرار أو وقفها كليا أو جزئيا، خاصة أن مسؤولين إسرائيليين يتمسكون بالتفاوض مع لبنان تحت النار، وهو أمر يرفضه لبنان الذي يطالب بوقف النار أولا ومن بعدها يفاوض. واشنطن بدورها تحاول استثمار الرد الإسرائيلي المحدود على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات، لذلك تكثف تحركاتها الدبلوماسية قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر على أمل التوصل إلى اتفاق. فأرسلت مبعوثها هوكشتاين للحصول على جواب إسرائيلي واضح حول مبادرته التي تنص على وقف النار وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ودخول الجيش اللبناني إلى هناك وقوات الطوارئ الدولية إلى جانب تطبيق القرار 1701. نحن كالولايات المتحدة نشعر بقوة أنه يجب على إيران أن تتوقف عما تفعله فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله للمنطقة. سوف ندافع دائما عن إسرائيل ضد أي هجمات من جانب إيران بهذه الطريقة. قال رئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده طرحت مبادرة من أجل هدنة مؤقتة تكون مدتها 48 ساعة تتضمن صفقة تبادل جزئية للرهائن. وكشف السيسي خلال لقائه بنظيره الجزائري عن وجود مفاوضات خلال أيام من تطبيق الهدنة المؤقتة في غزة بهدف تحويلها إلى هدنة دائمة. على صعيد متصل، جدد الرئيس المصري رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة 2 يوم، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار. قاطعت مجموعة من عائلات القتلى الإسرائيليين جراء الحرب قاطعت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل أقيم لتأبين قتلى 7 أكتوبر، وطالب بعضهم نتنياهو بأن يخجل من نفسه كما سمع في أحد المقاطع المصورة خلال الخطاب. شرف
نناقش كل هذه التطورات سواء داخل إسرائيل سواء بقطر اليوم سواء تطورات لبنان وسواها مع ضيفينا لهذا المساء، من الناصرة الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، ومن القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى. دكتور عماد، أريد أن أبدأ مع حضرتك مما قاله الرئيس المصري اليوم حول الطرح الموجود على الطاولة من جانب مصر، وهي هدنة مؤقتة ل 48 ساعة تتضمن صفقة تبادل جزئية ويتم التأسيس عليها ل يعني هدنة كاملة أو حتى كذلك وقف إطلاق نار. فعليا ما هي فرص نجاح هكذا طرح الآن بظل استمرار يعني كما يقول البعض نفس العقبات؟ كل مساء الخير على حضرتك وللعزيز الأستاذ وديع، ونتمنى السلام للبنان ولنا جميعا. يعني أنا عايز أقول إن الأفكار المصرية يعني نزلت لمستوى هدنة 48 ساعة. الأفكار كثيرة والجهود كثيرة، لكن السؤال هو هل هناك إمكانية لتطبيق مثل هذه الأفكار، وما هي البدائل إذا لم تطبق؟ أنا وجهة نظري الشخصية أن مع قراءة آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية القادمة أن هناك تحولات لمصلحة المرشح الجمهوري في ولايات متأرجحة وعلى رأسها ميشيغان، وبالتالي حظوظ المرشح الجمهوري تتصاعد. أتصور أن نتنياهو، لأن ما يتحدث عنه الرئيس المصري 4 أو 5 رهائن لدى حماس هم من حملة الجنسية الإسرائيلية والدبل ناشوناليتي إسرائيليين أمريكان، نتنياهو لن يقدم هذه الهدية لا لبايدن ولا لكامالا هاريس، وبالتالي أتصور أننا يعني ندخل في نفس النفق المظلم الخاص بأفكار. لا أحد يريد بريك ثرو أو اختراق، يعني طرحت أفكار كثيرة أستاذة لارا أكثر من مرة وناقشناها مع حضرتك أكثر من مرة أن المسألة كانت تحتاج قرار يتسم بالشجاعة، يعمل حالة من حالات الاختراق فيضع نتنياهو أمام أمر واقع. أتصور أن نتنياهو هو قائد الأوركسترا التي تعزف ولن يستمع إليه أحد، يعني هو لن يستمع لأحد ولن يستمع إليه أحد لأنه هو مع نفسه. أنا رأيي أنه مضحي بالخمسين رهينة لترامب نفسه قال أن معظمهم غير أحياء، وبالتالي نعم. إحنا قاب قوسين أو أدنى أقل من 10 أيام على الانتخابات الإسرائيلية على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لماذا يقدم نتنياهو هذه الخدمة للديمقراطيين وهو يتمنى أن يعود ترامب للبيت الأبيض؟ لذلك كل هذه الأفكار لا تتضمن اختراق، يعني وقف إطلاق نار 48 ساعة هنعمل في إيه؟ حماس بتقول لازم الانسحاب من محور فيلادلفي ومن معبر رفح، كل ده يحصل في 48 ساعة أو مفاوضات 10 أيام، 7 المستحيلات، ده إضاعة للوقت، وما يحدث في القاهرة والدوحة لا يختلف عن ذلك كثيرا. طيب استاذ وديع، يعني بنفس الفكرة، يعني نحن بالآن نتحدث عن أنه ما هي الاحتمالات أن تذهب إسرائيل إلى أي نوع من أنواع ولو حتى وقف إطلاق نار ل 48 ساعة بوقت أنه نحن أمام 9 أيام فقط من الانتخابات الأمريكية. هل من الوارد اليوم لإسرائيل أن تقدم أي تنازلات أو حتى أن تستجيب لأي يعني مطالب في هذه الأيام؟ نعم، تحياتي لك والأستاذ زاد ولكل المشاهدين. أولا قبل الخوض في التحليل دعيني أن يعني أثبت ما جاء على لسان الأستاذ زاد من القاهرة، والآن قبل دقائق فقط كشف في إسرائيل أن نتنياهو رفض ذلك رغم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الكابينيت الإسرائيلي كان قد قبل هذا المقترح بالهدنة المؤقتة لمدة 2 يوم، هذا المقترح المصري، وعلل نتنياهو رفضه أمام الوزراء بالقول أن هذا ينتهك مبدأ طالما إسرائيل تمسكت به منذ مطلع هذا الحرب، هو إجراء المفاوضات تحت النار دون وقفها حتى ولو ليومين. وحينما سئل أن اليومين ليسا يعني فترة استراتيجية وليست طويلة وهذا لا يمكن اعتباره نوع من الانتهاك المبدئي غير المحتمل،
صمم ذلك على نتنياهو، ولذلك هذا مجرد يعني تأكيد الحقائق على الأرض. أنا أعتقد أن انتظار من سيدخل البيت الأبيض، انتظار الرئاسة الأمريكية، هذا جزء مهم من حساباته ومعايير نتنياهو. ولكن أضيف إلى ذلك أيضا، نتنياهو يرفض هذه الهدنة مثل ما يرفض أيضا من القاهرة، مثل ما أنه سيرفض أيضا مساعي الصفقة في الدوحة، لأن ببساطة هذا يتناقض تماما مع رؤية نتنياهو الذي لا يريد إنهاء هذه الحرب الآن. عينه لا تزال على إيران ويريد التصعيد، ولذلك هذا ينطبق على الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى أن هذا الائتلاف الحاكم لا يقل يعني تطرفا عن نتنياهو، وهو يريد أيضا السعي من وراء ما يعرف بالنصر المطلق، أي المزيد من الاستيطان، المزيد من سفك الدم ومحاولة إشباع شهوة الانتقام لدى هؤلاء المتطرفين. والآن عاد الكنيست يعني من العطلة، يعني وبالتالي يعني عدنا كذلك لنتحدث عن هذا الضغط. بس بنقطة ثانية دكتور عماد، بموضوع يعني المفاوضات بالدوحة، قبل قليل مصادرنا تحدثت عن أنه لبنان كان ملف أساسي طبعا على الطاولة، وتحدثت مصادرنا عن أن هناك مفاوض قطري سيتوجه إلى بيروت، وعن أن إصرار حزب الله على تزامن وقف إطلاق النار بلبنان مع غزة هو أبرز العقبات أمام محادثات دوحة. أولا، هل كان لبنان من الملفات التي كانت ستطرح، أم كان يعني من المفترض فقط أن يتركز الموضوع على غزة؟ وثانيا، ماذا تعني هذه الرسائل؟ يعني فعليا ألم تكن الأطراف المتفاوضة هناك تتوقع أساسا أن حزب الله ما زال يربط مصير لبنان بغزة؟ يعني خلينا أقول لحضرتك، بداية لم يكن الملف اللبناني مطروحا للمناقشة في الدوحة بشكل رئيسي، كانت القضية الأساسية هي غزة. لكن بشكل واضح خلينا أقول لحضرتك أيضا أنه الإدارة الأمريكية الحالية تريد إنجاز ما في الشرق الأوسط تستخدمه لدعم كامالا هاريس فرصها في الانتخابات، أو تحسين فرصها في الانتخابات. أنا من وجهة نظري الشخصية ومن خلال المتابعة أرى أن هناك نقطة موجودة في لبنان مش موجودة في غزة. اللي موجود في لبنان أن عندنا قوة سياسية لبنانية حية حتى داخل بيئة حزب الله، من زي التيار الشيعي الإصلاحي، كثير من القوة حتى من داخل بيئة حزب الله أو من داخل البيئة الشيعية خلينا نقولها بشكل عام، يعني عايزة وقف إطلاق نار وعايزة تجريد حزب الله من سلاحه، إضافة إلى القوى السياسية اللي حضرتك عارفاها أدرى مني بيها، يعني باقي يعني القوى السياسية اللبنانية باتت تتحرك وترى في تطبيق القرار 1559 يعني ضرورة ملحة، وبالتالي هناك تفاعلات داخلية. هذه التفاعلات الداخلية اللبنانية تشجع على إمكانية تحقيق إنجاز ما في الداخل اللبناني. حزب الله صحيح لا زال يقصف ولا زال يقتل، لكن 90% من قواته انهارت، وإسرائيل تقوم بغارات جوية مستمرة، وحضرتك تابعتي وعملت رسائل وتابعناها، فبالتالي خلاص يعني طرف يضرب وطرف يترقى الضربات، يصيب بعض الأمور داخل في الداخل الإسرائيلي، لكن سقط الردع. يعني حزب الله هنا يردع، ونظرية الردع تقول أن هذا الردع يسقط بمجرد أن تنطلق المدافع، لأنه كل واحد خايف من التاني ولا يعلم حدود وقدرات التاني. دلوقتي خلاص الردع سقط، وإسرائيل على الأرض موجودة وفي الجو موجودة، والضرب والقتل والتدمير وتهجير 1.2 مليون من الجنوب اللبناني. وبالتالي أتصور أن الملف اللبناني، ومهم هنا التركيز الأمريكي على الملف اللبناني حتى يفصل واقعيا عن غزة، ثم بعد ذلك يتولون ملف غزة. هو أنا أيضا كنت أريد أن أسأل عن حماس بهذه الحالة، لأنه حماس أيضا يتم الحديث عن إضعاف قدراتها بشكل كبير. بس إذا بقي لنا وقت رح أرجع لهذه النقطة. أستاذ وديع، الآن بالنسبة لإسرائيل، يعني ما هي المفاوضات الجارية مع أمريكا؟ ما الذي تسمعه إسرائيل من أمريكا ولا تسمعه؟ خاصة بظل أنه اليوم نحن تابعنا قبل يومين الضربة على إيران، وبظل كذلك حديث الآن يقول عن أنه هذه الضربة هي فقط مقدمة لضربات أخرى وليس الرد فقط على إيران. نعم، الإدارة الأمريكية في ساعتها الأخيرة تريد من إسرائيل أن تنطيها فرصة لإحراز
شيء ما ربما توظفه في الانتخابات وتقول إن الإدارة الأمريكية نجحت في التوصل إلى مكسب سلمي في منطقة الشرق الأوسط، على ذلك يسعف كاميلا هاريس وربما يكون جزء من البوليتيكال ليجاسي للرئيس الأمريكي بايدن الموروث السياسي الذي حتى الآن يعني مر عام وهو يبحث عنه ولم يجده في منطقة الشرق الأوسط. أمريكا تقول لإسرائيل ببساطة هناك لحظات تاريخية، هذه المكاسب التكتيكية الهامة جدا التي حققتها في الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، لماذا لا تترجم إلى أفعال سياسية؟ تقدم إلى إسرائيل الكثير من الجزر، ولكن إسرائيل لها حسابات مختلفة عن حسابات أمريكا. لو كان الأمر متعلق فقط بالدولة العميقة وبالمؤسسة الأمنية لتساوقت هذه المصالح، لكن حسابات ومعايير نتنياهو مختلفة عن حسابات البيت الأبيض وعن حسابات الدولة العميقة في إسرائيل. هو يريد أن ينتظر حتى يرى ربما يعود حليفه للبيت الأبيض. ثانيا، هو حتى الآن عينه على كل ما يجري في المنطقة، ولكن العين الثاني على استطلاعة الرأي التي تنبئ بأن نتنياهو رغم كل هذه المكاسب والنجاحات التكتيكية لم تتحسن أحواله على المستوى الشخصي وعلى المستوى الحزبي كمرشح رئيس لرئاسة الحكومة، وذلك لأن 7 أكتوبر بالنسبة للإسرائيليين أكبر من أن يتم معالجته والصفح عنه والغفران له. الإسرائيليون على ما يبدو هكذا الاستنتاج يريدون نتنياهو أن يذهب إلى البيت وأن يتنحى من السياسة، ولذلك نتنياهو يبحث عن ربما ما يقنع الإسرائيليين بالصفح له لإبقائه في التاريخ، لإبقائه في سدة الحكومة، وهذا ما يعقد الموقف على كل الجبهات. شكرا لك ضيفنا من الناصرة الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودي، وأشكر كذلك ضيفنا من القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد. فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعده لمتابعة الأخبار الليلة. حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح، حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. بكم من جديد. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن توسيع الصراع لا يمثل مصلحة لإيران أو حتى لإسرائيل. وفقا للصحيفة فإن طهران لا تستطيع حاليا تحمل أعباء الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن صراعا إقليميا أكبر سيقوض جهود رئيس إيران مسعود بيزيشكيان لتخفيف العقوبات من خلال التعاون الدبلوماسي مع الغرب.
وتشير الصحيفة إلى أنه لدى إسرائيل أيضا أسباب لتجنب المزيد من التصعيد، حيث لا تزال تشن عمليات عسكرية في قطاع غزة ولبنان ومواردها البشرية محدودة. وقال أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي إن إسرائيل تريد ليس فقط محاولة إنهاء هذا الأمر مع إيران وترك جهودها في لبنان، لكن أيضا الحفاظ على مواردها في حال قررت إيران اتخاذ إجراءات رد. كشفت مصادر إسرائيلية نوع المقاتلات والصواريخ والمسيرات التي استخدمتها إسرائيل في هجومها على إيران، موجهة من خلالها 3 موجات من الضربات العسكرية على أهداف استراتيجية قطعت خلالها الطائرات مسافة وصلت لألفي كيلومتر، زودت خلالها بالوقود من طائرات خاصة. الساعة 2:00 ليلة السبت. الهجوم الذي خططت له إسرائيل منذ بداية أكتوبر الجاري بدأ. طائرات مقاتلة اتجهت نحو العاصمة الإيرانية طهران محملة بصواريخ هجومية من نوع جو أرض وأخرى اعتراضية، وإلى جانبها طائرات تزويد بالوقود ومسيرات تجسسية. 4 ساعات حتى أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الضربات. وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، 100 طائرة مقاتلة من طراز F-15 و F-16 و F-35 شنت سلسلة من الضربات المركزة على عشرات الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الإيرانية، بما في ذلك مقاتلات الشبح من طراز F-35 أدير. في الأسابيع الأخيرة أجرى سلاح الجو العديد من التدريبات لهجمات بعيدة المدى بطائرات عديدة مختلفة الطراز، كانت على متنها أنواع مختلفة من الذخائر، بعضها يحمل قنابل وبعضها صواريخ هجومية وأيضا صواريخ اعتراضية لغرض تأمين الطائرات في الجو وإمكانية وقوع معارك جوية. يذكر أن وثائق أمريكية كانت قد سربت خططا إسرائيلية لمهاجمة أهداف إيرانية بنظامين للصواريخ الباليستية يحملان اسمي الأفق الذهبي والصخور، اللذين يضمان نظام صواريخ بلو سبيرو بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر أمس السبت. وأضاف خامنئي أنه لا يجب التقليل من الهجوم الإسرائيلي ولا يجب تضخيمه. الموضوع الثاني يتعلق بالتصرف الشرير الذي قاموا به هنا قبل ليلتين. حسنا، لقد خسئوا وهم بالطبع يقومون بتضخيم الأمر. تضخيمهم للأمر هو خطأ، لكن يجب أن ننتبه إلى أن التقليل من شأنه هو خطأ كذلك. أن نقول إنه لم يحدث شيء أو إنه لم تكن له أهمية فهذا أيضا خطأ. يجب إفشال الخطأ الحسابي لإسرائيل. هم يعانون من خطأ في حساباتهم تجاه إيران. هؤلاء لا يعرفون إيران ولا يعرفون شباب إيران ولا يعرفون الشعب الإيراني. لم يستطيعوا حتى الآن فهم قوة وإرادة وابتكار الشعب الإيراني بشكل صحيح. هذا ما يجب علينا أن نفهمه لهم. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران دمر عنصرا حاسما في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إضافة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-300، ما أثر بشكل كبير على قدرات إيران الجوية وقدرتها على إنتاج صواريخ جديدة، وقد ينعكس سلبا على قدرتها في دعم وكلائها في المنطقة. وبينما أعلنت إسرائيل اكتمال عملياتها العسكرية، أكدت إيران أنها سترد بشكل متناسب، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد في التوترات بين الطرفين. ثلاث جولات من ضربات إسرائيلية مفاجئة على إيران استهدفت حوالي 20 موقعاً عسكرياً ومنصات لإطلاق صواريخ. أحدثت دماراً واسعاً في معدات حيوية في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية الإيراني، ما قد يعيق قدرة إيران على تجديد مخزونها من الصواريخ، وفقاً لمصادر إسرائيلية نقل عنها موقع أكسيوس. بأنخاء الدرج المدني تكفنا بأوفن مدوياك
نفذنا ضربات دقيقة ومحددة الأهداف على مواقع مختلفة في إيران، شملت منشآت تصنيع الصواريخ التي استخدمتها إيران في هجماتها على إسرائيل، كما استهدفنا مصفوفات صواريخ أرض جو الإيرانية والقدرات الجوية التي كانت تهدف إلى تقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي. الآن تتمتع إسرائيل بحرية عمل جوي أوسع في إيران. بينما تقلل إيران من شأن هذه الضربات بوصفها أضراراً محدودة وقعت في بعض المواقع، تعتبر إسرائيل أنها حققت أهدافها بدقة، إذ طالت ضرباتها 12 خلاطاً كوكبياً تستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ البالستية. هذه الخلاطات، وهي معدات متطورة للغاية، لا تستطيع طهران إنتاجها بمفردها، وسيتعين عليها إجراء بعض عمليات الشراء من الصين، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة تصنيعها عاماً على الأقل. علاوة على ذلك، تقول مصادر إسرائيلية إن الضربات استهدفت جميع بطاريات الدفاع الجوي الأربع من طراز S-300 الروسية التي كانت تحمي منشآت نووية ومواقع استراتيجية حساسة في البلاد. إقدام النظامي الرجيم الصهيوني عليه إيران، رغم أن الهجوم العسكري الذي شنه النظام الصهيوني ضد إيران كان بدافع سلبي وانتهى بهزيمة أخرى له، فإن الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها محقة في الدفاع عن النفس، والرد على هذا العمل العدواني مؤكد مع أخذ الاعتبارات الضرورية. رغم أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ البالستية، فإن المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن محدودية قدرتها على إنتاج صواريخ جديدة قد تؤثر على إمكانية تجديد مخزونها لدعم وكلائها. وقد أعلنت إسرائيل اكتمال ردها على الهجمات الإيرانية، إلا أن الأنظار تبقى متجهة لمعرفة ما إذا كانت إيران سترد على هذا الهجوم، وما قد يترتب على ذلك من تطورات جديدة في المنطقة. ومعنا لمناقشة كل هذه التطورات المتعلقة بإيران هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد. مساء الخير صالح، أهلا بك في الأخبار الليلة. أريد أن أبدأ من كلام خامنئي اليوم قبل الذهاب إلى السيناريوهات المتوقعة، كلامه لافت جدا، لا يجب تضخيم ما حصل ولكن لا يجب أيضا تقليل من شأنه. يعني أي رسالة هنا في هذا الكلام؟ إيران حرصت منذ يوم الضربة الإسرائيلية على تصغير الموضوع قدر الإمكان، هل بكلامه تغيير أو تأكيد على هذا الأمر؟ يعني لعل أهم نقطة جاءت في كلمة المرشد الإيراني هي أنه أحال أمر الرد إلى المسؤولين الإيرانيين، على عكس لافتة يعني هو عادة هو يتحدث عن لا دستوريا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني في إيران، وهو الذي يقرر السلم والحرب، لكن هذه المرة على عكس المرات السابقة مثلا عند اغتيال نصر الله أو هنية وقادة الحرس الثوري في سوريا، كان خطابه شديد اللهجة، وجه تهديدات لإسرائيل بشكل مباشر وقال أن إيران سترد، لكن هذه المرة حال الأمر إلى المسؤولين. ماذا يعني ذلك برأيك؟ هذا يعني أننا لا نتوقع ردا قريبا. المسؤولين الآخرين رئيس الجمهورية وزير خارجية يتحدثون عن رد متفاوت ومتناسب، وهذا يشير إلى أنهم لن يقوموا بتكرار نفس الهجمات التي قاموا بها في 2 أكتوبر الماضي وفي أبريل. ربما يعني إيران بصدد أخذ النفس تقييم خسائرها، والخسائر كبيرة جدا على عكس يعني ما تحاول إيران أن تقلل منه، إذا ما صحت التقارير حول ضرب يعني بطاريات S-300 إيران يعني عقود كانت تنتظر هذه البطاريات من روسيا، وبهذا يصبح يعني مفاعلاتها والمنشآت العسكرية بلا غطاء. هل يمكنها أن تعوض هذه البطاريات؟ لأن هذا كان السؤال أيضا بالضربة السابقة عندما ضربت إسرائيل إيران، كان هناك ضربة لأحد الأنظمة في أصفهان. نعم صحيح. الآن يمكن لإيران أن تعوض كل هذه الأنظمة التي خسرتها بالضربة؟ يعني صعب جدا. صحيح أن هناك تعاون مع روسيا والصين ويتزود طهران يعني بهذه الأسلحة، لكن
في روسيا الوضع مختلف، رأينا أن روسيا أصبحت نفسها بحاجة للمسيرات الإيرانية الرخيصة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. المهم في هذه الضربة هي قوة الردع التي تزلزلت. إسرائيل أظهرت قوتها لأول مرة تتبنى الهجوم رسميا، في السابق كانت إيران تتهم إسرائيل رسميا وإسرائيل لم تنفي ولم تتبنى يعني، ولكن هذه المرة من رئيس الوزراء إلى قادة الجيش الإسرائيلي تبنوا هذه العملية، وحتى بعض التقارير تشير إلى أن مقاتلات F-16 وصلت إلى الأجواء الإيرانية، وهذا اختراق كبير يعني ربما حتى أكبر من الاغتيالات التي حصلت في إيران. لكن مع ذلك لا نشعر بأن إيران بصدد الرد، يبدو أن إيران تريد وضع حد يعني عدة عوامل بالطبع، ليس فقط الإرادة الإيرانية، الموقف الأمريكي، دول المنطقة أيضا، المزاج العام في المنطقة. رأينا كيف أدانت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والعديد من دول المنطقة الهجوم الإسرائيلي على إيران، وبالمناسبة هذه الدول أيضا ساهمت نوعا ما بضغوط أو حوار غير مباشر مع الولايات المتحدة للحيولة دون وقوع حرب شاملة. حتى إيران لا تريد هذا الحرب، إيران لا تريدها بالفعل، هذا واضح من التصريحات الإيرانية. وحتى كذلك يعني واضح من ربما الجهود الإيرانية المعلنة التي تحاول أن تقودها. ولكن أيضا فهم بكلام المرشد اليوم بأنه لا يمكن تضخيم هذا الموضوع أو حتى لا يمكن تقليص أهميته، نظرا إلى أنه قد يكون بداية رد إسرائيلي وليس رد كامل إسرائيلي. لأنه إسرائيل تحدثت عن أنه هذا الرد هو على عملية معينة، ولكن لم تذكر أنه رد مثلا على محاولة اغتيال نتنياهو. صحيح، يعني من الجانب الإسرائيلي رأينا تصعيد، كانت إسرائيل في البداية تستهدف الأذرع، تستهدف الميليشيات، تستهدف حزب الله بالتزامن مع عملياتها في غزة. بعد ذلك تطورت الأمور إلى أن استهدفت قادة الحرس الثوري في سوريا، وأيضا قائد فيلق القدس الذي قتل مع حسن نصر الله في بيروت، والآن وصلت إلى مرحلة أن تشن هجوم مباشر على الأراضي الإيرانية. فكل هذا السير التصعيدي الإسرائيلي يشير إلى أنه إذا ردت إيران سيكون هناك رد أقوى كما يهدد الإسرائيليون. فلذلك إيران لا تريد أن تدخل في هذه السلسلة من الردود التي لا تنتهي وربما تعود إلى حرب الوكلاء مع أمريكا، بظل أنه نحن على أبواب انتخابات. هل فعليا هناك تواصل أم أن الإيرانيين ينتظرون كما يعني الأطراف الأخرى نتيجة الانتخابات؟ بالطبع الإيرانيين ينتظرون، الجميع ينتظر ما سيحدث في الولايات المتحدة، خاصة وأنه تذكرين تحدثنا هنا عن حكومة بيزشكيان وكيف جاء بها لتفتح مرة أخرى قنوات الحوار مع الغرب وإخراج إيران من العزلة الدولية وإعادة فتح العلاقات وإنعاش الاقتصاد في الداخل. لكن ما فعله نتنياهو في غزة وخاصة في جنوب في لبنان والضاحية واغتيال قادة حزب الله يعني غير هذه المعادلات. والآن كل هذه الجهود، حتى عباس عراقچي وزير خارجية الإيراني قال أنه قناة الاتصال التي كانت عن طريق سلطنة عمان لم تعد موجودة لذلك الآن المفاوضات متوقفة. الإيرانيين ينتظرون بالطبع فوز الإدارة المقبلة ليحددوا موقفهم، لذلك هذا أحد أسباب أنهم لا يريدون أيضا مواصلة الردود المتقابلة مع إسرائيل ويريدون احتواء الموقف. وهم الآن بصدد إعادة تأهيل حزب الله أو ما تبقى من حزب الله كي تعود الأمور قواعد الاشتباك إلى ما كانت عليه ولا تنزلق الأمور إلى حرب شاملة. يعني. شكرا لك ضيفنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد، شكرا. في شأن السوداني، اتهم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب. بوريل وصف الصور القادمة من ولاية الجزيرة بالمروعة والمثيرة للقلق، مشددا على ضرورة وقف المجازر ضد المدنيين ومحاسبة الجناة بحسب منشور له على موقع إكس. أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها مما وصفتها بالجرائم الفظيعة المرتكبة في ولاية الجزيرة السودانية. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أوضح أن تصاعد عمليات العنف المسلح بولاية الجزيرة أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، كان آخرها الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع والذي خلف 50 قتيلاً.
ميدانيا أفاد مراسل الحدث بأن الجيش السوداني استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع بحي في شرق الخرطوم، ورصدت كاميرا الحدث تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان من الموقع المستهدف، فيما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من مواقع محيطة بالسوق المركزي جنوب الخرطوم حيث مناطق تحرك الدعم السريع. وقال مراسل الحدث إن قوات الدعم السريع استخدمت المدفعية الثقيلة بصورة متقطعة طوال الساعات الماضية باتجاه محيط قيادة الجيش وصل العاصمة إلى جانب منطقة المقرن ومحيط سلاح المدرعات. معنا من باريس لمناقشة كل هذا المشهد المحلل السياسي محمد الأصباط. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. قبل ما أدخل معك بالإدانات الخارجية من ناحية ما يعني تتهم به خاصة قوات الدعم السريع، أريد أن أتوقف مع الانشقاقات الداخلية التي تحصل بصفوف الدعم السريع. متحدثين رسميين انشقوا، ولكن أيضا مسؤول عسكري. فعليا كيف يمكن فهم هذه الحالة الآن بين يعني داخل البيت داخل قوات الدعم السريع؟ هي متوقع الدعم السريع ومنظمة يعني منظمة شخص يعني وعندما يكون المسؤول الأول والأخير شخص واحد طبيعي أن تظهر الخلافات، لأن المسائل تقوم على معايير غير واضحة وغير معروفة. ليست هناك مؤسسة وليست هناك عوامل انضباط وليست هناك لوائح داخلية للمحاسبة، وبالتالي قد تصل خلافات بعضها مالي وبعضها إداري وبعضها يعني يمكن أيضا أن يكون اللايك والديسلايك، وطبعا تدخل الأقاويل والمسائل الأكثر انحطاطا في العلاقات الإنسانية تؤدي إلى خروج هذا ودخول ذاك، وهذا الأمر متوقع طبعا نتيجة للبنية التي تقوم عليها مؤسسة مثل الدعم السريع.